من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون وعندما أراد أن يوجد هذه الحياة جعل كتابان، كتاب التكوين وكتاب التشريع، أو عالم التكوين وعالم التشريع. عالم التكوين يكون في هذه الكواكب والجمادات والإنسان والحيوان وما إلى ذلك من المخلوقات، وعالم التشريع هو القوانين الذي سنها الله سبحانه وتعالى لأن يسعد الإنسان في هذه الحياة. وفي الواقع عالم التشريع وعالم التكوين وجهان لعملة واحدة، فعالم التكوين هو مجموعة من كلمات الله سبحانه وتعالى أوجدها بالشكل، كما قال تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعالم التكوين مجموعة من كلمات الله سبحانه وتعالى، وكذلك عالم التشريع أيضا هو مجموعة من كلمات الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى عالم التكوين مجموعة من آيات الله سبحانه وتعالى، وعالم التشريع أيضا مجموعة أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى أوجدها بشكل آخر. وكما ذكرنا فهما وجهان لعملة واحدة، وخلق في عالم التشريع وعالم التكوين قوانين ثابتة، بمعنى أن في عالم التكوين هناك قوانين كالجاذبية. الجاذبية قانون من قوانين عالم التكوين، لا يتمكن أي إنسان أن يتخلى عن هذا القانون، وكذلك سائر القوانين التكوينية. وفي عالم التشريع أيضا سن مجموعة من القوانين التي إذا أراد الإنسان أن يسعد يجب عليه أن يسير وأن يعمل بتلك القوانين وأن يسير على نهج تلك القوانين. فإذا الإنسان خالف قانونا من قوانين عالم التكوين والتكوين فإنه سيصاب في جسمه. إذا الإنسان ألقى بنفسه من شاهق فإن القانون التكويني يقتضي أن الجاذبة ستجذب هذا الشخص وسيقع على الأرض وتتهشم أضلاعه وقد يموت. وما المرض الذي يصيب الإنسان إلا وهو نوع انحراف عن قانون من القوانين التكوينية. إذا ميكروب دخل في جسم الإنسان وجسم الإنسان كان ضعيفا فإنه يصاب بالمرض، يعني أقل اختلال في أي قانون يسبب إصابة الإنسان في جسمه. وكذلك أي اختلال في قوانين التشريع وعدم عمل الإنسان بأي قانون تشريعي يسبب
أن الإنسان يكون في ضنك وفي مشقة من العيش، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا وفي الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. والله سبحانه وتعالى جعل كتاب التشريع هو القرآن، يعني القرآن هو الكتاب الوحيد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى للناس ليكون كتاب التشريع. وهذا القرآن يشتمل على كل شيء يحتاجه الإنسان، يعني على أصول الأشياء التي يحتاجها الإنسان في طيلة حياته. فالقرآن هو كتاب التشريع، والعمل على طبق القرآن يسبب السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. وأي تخلف عن أي قانون من قوانين الإسلام والقرآن، الذي القرآن هو كتاب الإسلام، أي تخلف عن قوانين القرآن تسبب المشاكل الكثيرة للإنسان في الحياة الدنيا وكذلك في الحياة الآخرة. فاتضح أن قوانين الإسلام التي توجد في القرآن هي قوانين يلزم على الإنسان أن يتمسك بها. والقرآن هو كتاب الله الوحيد الذي بقي لنا على وجه الأرض، لأن سائر الكتب السماوية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إما فقدت، يعني لم تصل إلينا، وإما حرفت كالتوراة والإنجيل الذي وصلت إلينا ولكن محرفة زيادة ونقيصة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولو فرض أن كتابا سماويا قبل القرآن وصل إلينا بنحو كامل بلا زيادة ولا نقيصة، فلا يعلم أن هذا الكتاب هل يصلح لهذا العصر أم لا، لأنه الله سبحانه وتعالى أرسل بعض الكتب مقيدة بعصور خاصة ولهذا نسخها. يعني التوراة إذا كانت لكل الأعصار لما نسخها الله سبحانه وتعالى، ونسخها يدل على أنها كانت لعصر محدد وعصر محدود، وكذلك الإنجيل. ولكن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم يحرف: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أولا، وثانيا أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزله ليكون لجميع الناس ولجميع الأعصار والأمصار ولجميع الظروف. فهذا الكتاب حيث أن الله سبحانه وتعالى أرسله لجميع الأعصار والأمصار، هو يجب أن يتمسك به دائما، وهو كالمعدن. يعني إذا نفرض إحنا معدن حديد قبل 1000 عام، هذا المعدن لا زال موجود إلى الآن، قبل 1000 عام الإنسان كان يستفيد من هذا المعدن الحديد، كان يستفيد من يستخرج منه الحديد، يصنعه سيفا، رمحا، درعا وما إلى ذلك، إناء. ولكن تبدل الظروف بالنسبة للإنسان، تقدم العلم والتقنيات الحديثة يسبب أنه نفس المعدن اللي موجود بلا زيادة فيه، يعني المعدن ما تغير، ولكن نفس هذا المعدن يصبح طائرة، نفس هذا المعدن يصبح أدوات تفيد الإنسان الذي لم يكن يخطر على قلب إنسان قبل 100 عام. نفس المعدن موجود، يعني المعدن ما تغير، ما صارت فيه زيادة ولا تغيير. نفس المعدن اللي قبل 1000 عام كان يعطي جميع حاجات الإنسان، كذلك نفس هذا المعدن الآن يعطي حاجات الإنسان في العصر الحاضر. كذلك القرآن اللي هو الكتاب التشريعي، ذاك المثال كان في الكتاب التكويني وفي عالم التكوين، هذا المثال في عالم التشريع. نفس القرآن وقوانين القرآن وأحكام القرآن قبل 1000 عام كانت تلائم الظروف اللي موجودة، والآن نفس القرآن يلائم ظرفنا الحاضر الموجود عندنا. ولهذا الإمام السجاد عليه السلام يقول في ضمن حديث، يقول:
آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيه. يعني القرآن خزينة، وإحنا بتعبيرنا كمعدن، إذا فتحت هذا المعدن، إذا أنت في ظرف استفيد من هذا المعدن في ظرفك، وفي ظرف آخر نفس الحال يمكن الاستفادة من القرآن في ذلك الظرف. وسئل الصادق عليه السلام: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة، يعني طراوة، يعني دائما عندما احنا نرى القرآن نفكر فيه نرى أشياء جديدة، نستفيد أشياء جديدة بعكس سائر الكتب. سئل الصادق عليه السلام: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، يعني لفترة خاصة كالتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب القرآنية، ولا لناس دون ناس، مو مخصوص بالذين كانوا يشافه بهم القرآن في زمانهم أو قبل 1000 عام، لا، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض، يعني طري، إلى يوم القيامة. هذه رواية. وسئل أيضا الإمام الصادق عليه السلام: ما بال الخطب والرسائل والأشعار تمل سريعا، الإنسان يحصل له ملل من الأشعار والقصائد والخطب والرسائل، والقرآن يعاد ولا يمل، خصوصا في سالف الزمان اللي الناس كل يوم في كل يوم كانوا يقرؤون القرآن. فقال: لأن الحاجة تنقضي بانقضاء ذلك، إذا أنت تقرأ شعر أو خطاب عندك حاجة فيها مرة مرتين الحاجة تنتهي، وإذا الإنسان لا يحتاج إلى شيء إذا يتكرر يسبب الملل بالنسبة له، لأن الحاجة تنقضي بانقضاء ذلك، والقرآن حجة لأهل كل وقت وزمان، فلذلك هو أبد غض، فلذلك هو أبدا غض، يعني دائما القرآن يكون طري. وهذا مربوط بنفس الإنسان، يعني نفس الإنسان إذا استفاد أكثر وتعمق أكثر في القرآن طبيعي أنه استفادته تكون أكثر. مثال يمثله أحد العلماء يقول أنه التكوين المجرات الموجودة والكواكب، هذه الإنسان بالوسائل كالتلسكوب وغيره مهما صرف عمره في الفلكيات كل يوم يحصل على شيء جديد، فهو يغرق في المجرات ويحصل منها على الجديد دائما. المراصد كل يوم تحصل على أشياء جديدة، وتنقرأ في الجرائد والمجلات والكتب أنه دائما اكتشاف جديد، قانون جديد اكتشفوه مثلا، كوكب جديد وهكذا. والإنسان مهما تعمق يتمكن يستفيد من ذلك الشيء في كل زمان. كذلك القرآن، القرآن نمثله كالمجرة، مهما الإنسان بوسائل مختلفة استفاد وراح تعمق في القرآن يتمكن أن يستفيد من هذا القرآن أكثر وأكثر. فيجب علينا أن نهتم بالقرآن أكثر ودائما، فهو كتاب الحياة، لأنه الله سبحانه وتعالى جعله لكل زمان وكل مكان، يعني كتاب الحياة. إذا إحنا نرى القرآن، القرآن أكثر من 6000 آية في القرآن، 6000 آية. كم آية من آيات القرآن آيات أحكام؟ حوالي 520 آية، 520 آية هالحدود آيات الأحكام. والحال أن 520 بالنسبة إلى أكثر من 6000، وعلى قول 6666، 1 من 12 جزء، يعني أقل من 10 القرآن آيات الأحكام، و9 أعشار القرآن أو أكثر مربوطة بسائر الجهات الحيوية المربوطة بحياة الإنسان من الآن، يعني من زمان نزول القرآن إلى يوم القيامة. وكما يعبر بعض أن القرآن معجزة، معجزة ليس في أدائه التركيبي، يعني الأسلوب صحيح هذا أسلوب القرآن معجزة، ولكن معجزة في أنه يشتمل على أصول العلوم التي يحتاج إليها الإنسان، فآيات الأحكام موجودة فيه، فهو معجزة
الشخص الاقتصادي الخبير بالاقتصاد عندما ينظر إلى اقتصاديات القرآن يراها معجزة، والشخص الاجتماعي عندما ينظر اجتماعيات القرآن يراها معجزة، والشخص السياسي هكذا. وكل إنسان بمقدار إمكانه وبمقدار فهمه وبمقدار عقله عندما ينظر للقرآن يكون معجزة، كما أن كل إنسان بمقدار رئتيه يتنفس، كذلك كل إنسان إذا أراد يتمكن أن يستفيد من القرآن بمقدار سعته وسعة اطلاعه وبمقدار تأمله في هذا القرآن. ولكن في العصور المتأخرة ماذا حدث بالقرآن؟ يعني ماذا حدث للمسلمين بالنسبة للقرآن؟ الشيء الأول الذي حصل للمسلمين أنهم حصروا القرآن في زوايا خاصة، يعني أخرجوه من كتاب الحياة إلى كتاب الموت، يعني لا يعملون ولا يتلون القرآن ولا يتفكرون في القرآن، ولا ترى القرآن إلا في المقابر أو مجالس الفاتحة مثلا، أو إذا أراد شخص أن يسافر مثلا يمرون القرآن من فوق رأسه مثلا، وفي موارد خاصة إذا زواج هدية تكون القرآن، أما بعنوان التأمل والتفكر وأن نجعله كتاب الحياة، هذا المسلمون في العصور المتأخرة خرجوا عن هذه الحالة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الأشخاص الذين يقرؤون القرآن غالبا، والقراء نرى في شهر رمضان تلاوة القرآن تزداد، ولكن غالبا تكون القراءة قراءة سطحية، يعني بدون التعمق في آيات القرآن والتفكر فيها. فلذا ورد في الحديث الشريف: ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها، يعني قرأ الآية القرآنية ولكن لم يفكر فيها. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه شر الناس من قرأ القرآن ثم لم يتدبر فيه، مضمون الحديث. فالشيء الثاني الذي حصل في العصور المتأخرة هو أنه القرآن صار يتلى ولكن لا يتأمل فيه، لا يتفكر فيه، لا يتدبر فيه. فلهذا طبيعي أن الإنسان إذا يقرأ شيء ولا يتفكر فيه لا يمكن أن يكون ذلك الشيء نهج له وأسلوب لحياته. كما أنه نفرض أن شخص لا يعرف اللغة العربية مثلا، إذا قرأ دعاء أو قرأ قرآن إذا لا يفهم ما هو المقصود بهذا الدعاء أو بهذا القرآن هل يمكن أن يعمل به؟ كلا. الإنسان الذي يفهم اللغة العربية إذا قرأ القرآن ولم يتدبر في القرآن هل يتمكن أن يعمل طبق ذلك القرآن؟ الجواب لا، صحيح، لا يتمكن أن يعمل على طبقه. فلهذا في الروايات كما ذكرنا هذه الرواية النبي يهدد يقول: ويل لمن لاكها، يعني تلفظها بين لحييه ثم لم يتدبرها. فهذا الشيء الثاني حصل. ولكن نرى أنه ما هي وظيفتنا باتجاه القرآن؟ يعني أولا القرآن حصرناه في زاوية خاصة للأموات مثلا، للتبرك، للزينة. والشيء الثاني لم نتأمل، حتى لو إذا قرأنا القرآن يعني الغالب نذكر لا يتأملون فيه. فماذا يجب علينا نحن كطلبة للعلوم الدينية أن نعمل باتجاه القرآن؟ يجب علينا أمور كثيرة، وفي هذا الوقت لأنه الوقت ضيق نذكر بعض هذه الأمور. الشيء الأول، يجب علينا أن نهتم باللغة العربية كثيرا لأنها لغة القرآن. وطبيعي أنه كما ذكرنا الإنسان إذا لا يلتفت إلى دقائق شيء أو لا يفهم شيء طبيعي أنه لا يتمكن أن يجعله كتاب لحياته، لا يتمكن أن يعمل بذلك القرآن بالنحو الأحسن. لهذا الاهتمام باللغة العربية من الأمور الضرورية ومن الأمور الواجبة. يعني دائما الإنسان يركز أنه مو أنه مثلا مقدار من النحو مقدار من الصرف، مثلا يقرأ شوية عربية صارت جيدة يفهم اللغة العربية في الجملة يكتفي بهذا المقدار وهذا غير كافي، وإنما يجب عليه أن يتعمق أكثر في اللغة العربية. يعني البلاغة
المعاني البيان، حتى نفس اللغة، لأن في اللغة العربية من أدق اللغات في العالم، بل قيل أدقها، أدق اللغات يعني، فيها فروق طفيفة بين الكلمات، اختلاف موجود، وهذه الفروق الطفيفة كلها موجودة في القرآن. والكلمات كثير منها ترى أن كثير من الناس لا يعلمون معناها، حتى الأشخاص اللي يعرفون اللغة العربية جيدا كلمات القرآن لا يفهمون معناها كثير من الكلمات. فنحن يجب علينا أن نقوي اللغة العربية سواء في الحوزة وفي أنفسنا. السيد الوالد كان ينقل أنه قبل 50 سنة أو 60 سنة كان متعارف في العراق أن كل رجل دين يدرس أو يتباحث دواوين مختلف الشعراء كالمتنبي مثلا وامرئ القيس وغيره. لماذا؟ لأن القرآن نزل على هذه اللغة، فكلما قوي الإنسان في هذه اللغة فهم للقرآن يكون أحسن. يعني إذا فهم مثلا ديوان المتنبي اللي هو دون القرآن بدرجات كثيرة، وإذا فهم مثلا الخطب اللي كان يتلوها البلغاء أشعارهم، إذا فهمها بدقة يقترب إلى فهم القرآن أكثر. وطبيعي أن الإنسان البليغ الذي يعرف البلاغة أنه فهم للقرآن يكون أحسن من سائر الناس. فالشيء الأول الواجب علينا أنه نقوي عربيتنا. عربيتنا مو معنى أنه نفهم أنه الشخص يتكلم باللغة العربية نفهم كلامه وأن نتمكن من إفهامه مثلا، هذا وحده لا يكفي بالنسبة للقرآن اللي هو أدق ما كتب في اللغة العربية، بل يحتاج إلى شوية الإنسان أكثر يهتم باللغة العربية في الصرف، في النحو، في البلاغة خصوصا، وفي سائر العلوم العربية اللي يقولون أنها تصل إلى 12 علما. فهذا شيء الأول. الشيء الثاني الذي يجب علينا نحن كطلبة للعلوم الدينية أن نحاول أن يصير في المستقبل تعمق في جميع القرآن. يعني توضيح ذلك، في آيات الأحكام أكو تعمق جيد، يعني أفرضوا كلمة أحل الله البيع، هذه آية من آيات القرآن، ترى أنه كتب مفصلة خصصوا فصولا كثيرة حول هذه الآية، تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض، حول هذه الآية ترى في المكاسب غير المكاسب تعمق كثير، وبعضهم أفردوا رسالات لبعض الآيات القرآنية، إطلاقها، تقييدها، وهكذا، وهالمجرة. هذا وحده بالنسبة إلى جانب من جوانب القرآن، ولكن 9 أعشار القرآن أو أكثر قليل صاير في هذا الجانب، يعني الجانب الاجتماعي في القرآن اللي قد يكون أكثر من آيات الأحكام، هذا التعمق ما موجود فيه. البعض كان سابقا يعترض على كتاب المكاسب أنه هذا الكتاب يجب أن يلخص. لماذا يجب أن يلخص؟ لأنه وقت الطلبة لا يسع مثلا، وكتاب مفصل، هذا لا يفهم أنه هذا وحده قليل، يحتاج إلى أنه بقية جوانب القرآن أيضا يجب عليها أنه يصير مثل المكاسب بل أكثر، ونفس المكاسب وعشرات مثل المكاسب هي قليلة بالنسبة لآيات الأحكام وبالنسبة إلى كتاب الحياة، يعني لأنه كتاب لحياتنا في كل الجهات، كتاب وكتابين والمكاسب وعشرات أمثال المكاسب لا تكفي بالنحو المطلوب في هذا الاتجاه. وإحنا نجي نلخص هذا الكتاب أيضا، بل نحن بحاجة إلى أن نوسع هذا أمثال هذه الكتب، ونسير أيضا في اتجاهات أخرى من القرآن، يعني الاتجاهات السياسية والاجتماعية والتربوية وما إلى ذلك، والعقائد وأمثالها يجب أن يصير تركيز عليها أكثر، مو فقط تركيز على آيات الأحكام. الفقه والأصول الذي الآن تركيز كثير موجود عليهم صحيح، ويجب أن يصير تركيز أكثر وتوسيع أكثر، ولكن لا يجب أن لا يكون على حساب سائر آيات القرآن، أنه نأخذ طرفا من القرآن ونترك سائر الأطراف. فهذا الشيء الثاني. فالشيء الأول تقوية العربية فينا، الشيء الثاني التعمق في آيات القرآن، يعني يلزم أن تصير تخصصات، أو إذا ما تصير تخصصات لا أقل الإنسان في سائر الآيات أكثر يتأمل ويتدبر ويحقق. والشيء الثالث يلزم علينا عرض القرآن على العالم، لأنه في الحديث الشريف لنحملن ذنوب
سفهائكم على علمائكم. نحن الذي هذا القرآن كتاب الحياة بأيدينا، أي واحد يموت غير مسلم، أي واحد في العالم لا يلتزم بهذا الدين، نحن من تقصيرنا. يمكن واحد إلى عذاره معذور، يمكن واحد اثنين عشرة مئة معذور، بس المجموع مو معذورين، لأنه نحن فرطنا في هذا الكتاب، لم نعرضه على العالم. وكما هو مشهور بين الفقهاء أن إرشاد الجاهل واجب، يعني إذا واحد جاهل إرشاده واجب، يجب أن نرشده. والآن أكثر الناس جهلاء، فمن الواجب علينا أن نعرض هذا القرآن على العالم. عرضه يكون، أنتم الآن افرضوا إذا بضاعة عادية، مواد غذائية، ترى أنه الإذاعات، تلفزيونات، وسائل الدعاية لأجل ترويج تلك البضاعة، وهي مثلا أكلة أو لباس أو بضاعة مثلا، إعلام قوي يصير، دعايات في التلفزة، في الإذاعات، في الصحف، لأجل ترويج بضاعة. هل نحن فعلنا ذلك بالنسبة إلى كتاب الحياة، إلى كتاب التشريع؟ فعلنا ذلك؟ لا، إلا بالمقدار القليل واليسير. فمن الواجب علينا أيضا، كل حسب قدرته، يجب أن نعرض هذا الكتاب على العالم. عرض على العالم يكون عن طريق تأليف كتب حول القرآن، حول بعض الآيات من القرآن، تعمق فيها، يكون عابر نشر القرآن، مو فقط نشر ألفاظ القرآن أو تجويد القرآن في الإذاعات في الصحف، لا، وإنما يجب نشر معاني القرآن أيضا، مو أنه نجعله مثلا كتاب يتلى بصوت جميل، هذا كلش جيد، بس هذا مو كافي، هذا القسم الأقل. القسم الأكثر أنه نعرض على العالم المعاني التي متضمنة في القرآن، ونعرض كتاب الحياة على الناس. فالحاصل أنه وظيفتنا نحن بالخصوص كرجال دين كثيرة بالنسبة للقرآن، وتقصيرنا كثير بالنسبة للقرآن. ومن الوظائف المهمة أولا أن نفهم القرآن، وفهم القرآن مقدمته تقوية العربية فينا، اللغة العربية. الشيء الثاني كما قلت التعمق في القرآن، مو فقط تعمق في آيات الأحكام. الشيء الثالث عرض القرآن. ونختم الكلام برواية نتبرك بذكرها حول القرآن الحكيم، عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله يقول: ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ أو فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، أو حكم ما بينكم، هو الفاصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن أراد الهدى في غيره أضله الله، شافع مشفع، ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ عنه العقول، ولا تلتبس به الألسن، ولا تنقضي عجائبه، ولا يعلم علم مثله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين السطور لطائف النفحات، تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.